وعامل الزوجة والقريبة والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة، إذا وجدت به عيبا فتأمل ما له من المحاسن وقارن ذلك بذلك، فبملاحظة ذلك تدوم الصحبة وينشرح الصدر. لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة. الزوج لا يمكن إذا كان مؤمنا أن يبغض زوجته إذا كانت مؤمنة بغضا مصمتا بحيث لا تنفذ فيه ذرة من محبة ولا قبول. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أنها مؤمنة ففيها خصال خير خصال إيمان، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي خلقا آخر، أخرجه مسلم. هناك قاعدة عظيمة في معاملة الناس: لا تتوقع من أحد إحسانا، فإذا جاء كما توقعت لم يفاجئك ذلك، فتقول نعم أنا أعلم هذا قدرته لا بأس، لا يفاجئك ولا يحزنك. وإذا أخلف الله ظنك فإنك تفرح به، ولكن إن كان ظنك في محله فأنت حينئذ لا يصيبك شيء، لا كرب ولا هم ولا غم ولا شيء، يعني هذا أمر معهود، هذه طبائعنا كبشر لا بأس، أصلح الله أحوالنا وظاهرنا وبواطننا ويمضي الأمر، لن نبقى هنا كلنا راحل، طال العمر أم قصر كلنا راحل، والحساب هناك على الكبير والصغير، على الظاهر والباطن، على كل شيء، كأمثال الذر وما هو أدنى من ذلك وأقل. فلا تأس على شيء، واعلم أن الحق لا يضيع، الحق لا يضيع أبدا، حقك سوف تأخذه، إن لم تأخذه هنا ستأخذه هناك، ومن الخير لك ألا تأخذه هنا، يعني إذا ظلمت من الخير لك ألا تنتصف من ظالمك وألا تأخذ حقك من دعه، لأنك ستأخذ حقك منه في القيامة من حسناته، فإن لم يكن له حسنات فمن سيئاتك تطرح عليه ثم يطرح في النار، فحقك لا يضيع أبدا. إذا كان حق الشاة التي لا قرون لها لا يضيع عليه، وما دون ذلك من أجناس الحيوانات والحشرات والمخلوقات كل يحشر يوم القيامة لإقامة العدل بين هذه المخلوقات، نعم بين هذه المخلوقات نطحتها والثانية لا قرن لها فتنطحها، فكيف تنتصف؟ لا حق عندها، مظلومة، من الذي ينصفها؟ الذي خلقها وبرأها وسواها، فينشئ لها يوم القيامة قرنين لكي تنطح ما نطحتها كما نطحتها بالعدل بلا زيادة ولا نقصان في الموضع الذي نطحتها فيه، وميزان إقامة العدل فلا زيادة ولا نقصان، ثم يكون ذلك ترابا. فلماذا كان؟ لإقامة الحق والعدل، لا يضيع عنده شيء ولا يضيع عنده حق، فلا بد من إقامته. لأنك ربما تسأل إذا كانت هذه المخلوقات يقتص بعضها من بعض على هذا النحو ثم تكون ترابا، فما العلة من بعثها وحشرها ونشرها وإقامة هذه الحدود بينها؟ من أجل إقامة العدل وإحقاق الحق، لأن الله هو الحق وحكمه العدل وقوله الصدق وعلى كل شيء قدير. فإذا كان ذلك يكون بين الحيوانات فلا يكون بين الأناسي الذين كرمهم الله جل وعلا؟ حقك لا يضيع مهما صور، لا تقلق، اللقاء قريب،